للسنة الرابعة التوالي راح نكون معكم إن شاء الله في برنامج نجوم مع يحيى. السنة هاي راح يكون البرنامج فيه فقرة جديدة وجميلة جدا، قصة أنشودة. راح نشوف بعض الأناشيد المهمة اللي عملت ترند في فترة من الفترات، شوف شو قصتها، ونشوف أصحاب المواهب إن شاء الله، الشباب اللي أصحاب مواهب جميلة ينشدوها ويشوفوا شو يقدموها، حتى يمكن يكسبوا معانا فعلا جائزة وتصوير فيديو كليب كامل. كمان ما تنسوا مسابقة الكاهوت وجوائز بمئات الدولارات. أيضا نذكر بشريكنا الاستراتيجي في هذا العام أيضا، مؤسسة وقف الأمة، وهنالك بعض الرعاة الرائعين اللي راح تتعرفوا عليهم في البرنامج. كونوا معنا في الموعد ونشوفكم السنة الرابعة على التوالي. السلام عليكم. وترجع تاني يا رمضان وتلقى